السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بتلاميذنا وتلميذاتنا الأعزاء، أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. إن شاء الله اليوم سنقدم درسا في مادة الاجتماعيات، المكون التاريخ، عنوان الدرس المرابطون والطرق التجارية، وهذا الدرس يخص المستوى السادس. مقدمة: اهتم المرابطون بالتجارة وأسسوا عدة طرق تجارية. هذه الطرق التجارية ساهمت في التوسع السياسي والاقتصادي لهذه الدولة. إذن فمن هم المرابطون؟ ومن هو مؤسس هذه الدولة؟ وكيف نوظف خريطة تاريخية لاكتشاف طرق التجارة في عهدهم وأهميتها؟ هذا ما سنتعرفه في درسنا اليوم. المرابطون من هم؟ ينحدر المرابطون من سلالة بربرية من الأمازيغ، يعني أصلهم من قبائل أمازيغية مغربية التي تبعت وناصرت الحركة الإصلاحية التي أسسها عبد الله بن ياسين، يعني مؤسس الدولة المرابطية هو عبد الله بن ياسين. متأثرا بأفكار الشيخ يحيى بن إبراهيم، فقد قاد عبد الله بن ياسين الحركة الجهادية التي نشرت الدعوة الإسلامية على امتداد المناطق الواقعة غربي إفريقيا من موريتانيا إلى غانا. إذا فعبد الله بن ياسين قام بنشر الدعوة الإسلامية في غربي إفريقيا من موريتانيا إلى غانا وصولا إلى باقي المناطق الصحراوية. وتاليا ذكرت لتاريخ دولة المرابطين في المغرب والأندلس، والتي استمرت بين 448 هجرية إلى غاية 541 هجرية، الموافق ل 1056 ميلادية لغاية 1147 ميلادية. الآن سنتعرف على مؤسس الدولة المرابطية. أسس عبد الله بن ياسين الدولة المرابطية بالمغرب سنة 434 هجرية، الموافق ل 1042 ميلادية، وقد دام حكم هذه الدولة 107 سنوات. من بين أبرز وأهم الملوك الذين مروا على الدولة المرابطية نجد الملك يوسف بن تاشفين الذي قام ببناء مدينة مراكش وبناها سنة 462 هجرية، الموافق ل 1070 ميلادية، وقد اتخذ هذه المدينة عاصمة للدولة المرابطية، حيث امتدت من الصحراء جنوبا حتى الأندلس شمالا. فسيطرت الدولة المرابطية على أهم الطرق التجارية التي تربط المغرب بالسودان، وكان يستورد المغرب من السودان العاج والتبر، فهو الذهب والرقيق، ويصدر إليه الحبوب والثمور والزيوت والمنسوجات والملح والأواني والأدوات المعدنية والحلي والعطور. يعني كانت تربط المغرب والسودان علاقات تجارية. إذن بالنسبة لدولة المرابطين في المغرب والأندلس، بعد مقتل عبد الله بن ياسين مؤسس الدولة المرابطية في أحد المعارك عام 451 هجرية الموافق ل 1059 ميلادية، خلفه الشيخ يحيى بن عمر، ثم بعد ذلك أبو بكر بن عمر، فاختار هذا الأخير ابن عمه يوسف بن تاشفين ليكون مساعده القوي في تحقيق المبادئ التي انطلقت من رباط السنغال وسلمه بلاد المغرب في الشمال. يعني أصبح يوسف بن تاشفين مسؤولا على بلاد المغرب في الشمال، فيما اتسع هو في رقعة الجهاد جنوبا مسيطرا على عاصمة غانا، وامتدت الدولة المرابطية ناشرة الدين الإسلامي إلى حدود الغابات الإفريقية والأندلس. الآن نمر لنشرح هذه الخريطة التاريخية، تبين لنا وتوضح لنا بعض الطرق التجارية في عهد المرابطين. بالنسبة للمجال الأصفر، فهو مجال حكم دولة المرابطين الذي امتد شمالا من الأندلس إلى جنوب وجنوبا إلى بعض المناطق كأوليل وأودوغس جنوبا في المناطق الصحراوية. وبالنسبة للبقع الممثلة باللون البرتقالي، فهي عبارة عن مناجم الصبر أو الذهب الموجودة في دولة السودان.
بالنسبة للأسهم الحمراء فهي طرق القوافل التجارية التي تربط ما بين الأندلس وبعض المراكز التجارية في المغرب. بالنسبة للنقط السوداء أو الدوائر السوداء فهي عبارة عن مراكز تجارية كمراكش وفاس وتمسان وسجل ماسة إلى آخره. وبالنسبة للسهم الأخضر فهو يوضح لنا السلع الموجهة إلى السودان، يعني السلع التي تقوم بتصديرها الدولة المرابطية إلى السودان، وهي عبارة عن حبوب وتمور زيوت ومنسوجات وملح وأواني وأدوات معدنية وحلي وعطور. فيما يخص السهم البني فهي السلع المجلوبة من السودان، وهي الصبر والعاج والرقيق. يوضح لنا الخط الزمني التالي تطور الدولة المرابطية في 3 مراحل. المرحلة الأولى باللون البنفسجي، وهي مرحلة تأسيس على يد عبد الله بن ياسين. المرحلة الثانية وهي مرحلة القوة على يد يوسف بن تاشفين، التي اشتهرت بمعركة الزلاقة. وبالنسبة للمرحلة الأخيرة فهي مرحلة الضعف على يد علي بن يوسف. نكتشف الآن بعض العوامل التي ساعدت على تنشيط الطرق التجارية في عهد المرابطين. ساهم في تنشيط التجارة سيطرة الدولة على الطرق التجارية والاعتماد على القوافل التجارية واستعمال النفوذ السياسي، وكذا التوفر على الفنادق. ومن النتائج المترتبة عن هذا نجد أن انتشار الإسلام في بلاد السودان، وتطور كذلك التجارة، تزايد الأرباح ومداخل الدولة المرابطية، ونمو فئة كبيرة من التجار، وكذلك توسع العمران بالمدن. أخيرا كخاتمة لدرسنا اليوم، دون التاريخ أن الدولة المرابطية في المغرب والأندلس كانت من إحدى أعظم الدول الإسلامية، فقد قامت على مبادئ قلنا فقد قامت هذه الدولة على مبادئ إسلامية منذ نشأتها، وصبرت على نشر الدعوة والجهاد في سبيل الأمة. من آثار هذا النشر الإسلامي دخل عدد كبير من القبائل الإفريقية إلى الإسلام، وارتبط تاريخها بمعركة الزلاقة. يعني معركة الزلاقة فهي معركة مشهورة لدى الدولة المرابطية، التي كانت سببا أساسيا في استمرار وجود الإسلامي في الأندلس لأربعة قرون أخرى. كما خلفت دولة المرابطين في كل من المغرب والأندلس العديد من الآثار العمرانية الخالدة إلى يومنا هذا، من أبرزها توسعة الكبرى لجامع القرويين على يد علي بن يوسف، الذي جعله جامعة لمختلف العلوم، وكذلك بنى مسجدا في تلمسان وفق هندسة معمارية في غاية الجمال والإتقان. فضلا عن آثار هذه الدولة الحربية من قلاع وحصون، ومن أهمها قلعة منقوط في بساتين مرسية في الأندلس، وقلعة تاسخيموت بالقرب من مراكش، والعديد من الثغور على المساحات الواسعة التي امتدت عليها دولة المرابطين. هذا نكون قد أنهينا درس مادة التاريخ، وموعدنا في دروس مقبلة إن شاء الله. وأرجو منكم أن تشاركوا هذا الدرس على مواقع التواصل الاجتماعي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.